السخافة زايدة هذه الأيام، وفي هذا المقطع راح نشوف أسخف المقاطع اللي ما لها داعي نحطها في برنامج تيك توك. معك معموريوس من سلطنة عمان. اليوم في هذا المقطع راح نقيم المقاطع السخيفة من 0 إلى 10، من يعني سيء إلى سيء جدا. فيا حبايبي المشاهدين والمتابعين، لا تنسوا تضغطوا لايك إذا عجبكم هذا المقطع، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد من عمريوس. وإذا تقييمي ما عجبكم للمقاطع، أتمنى أنتم تقيموا وتحطوا بقسم التعليقات، ونشوف كم هذه المقاطع السخيفة تستاهل من 0 إلى 10. ويلا نبدأ. اول مقطع ميت واعتبر هذا بحر، بحر الميت. دونت ليف مي، دونت ليف مي، دونت ليف مي. شايفين هذا؟ هاي عنب وهي ورقه، ورق عنب. يو سخافة، يو سخافة، مرتفع ضغطي من البدايه انا صراحه. دونت ليف مي، دونت ليف مي، دونت ليف مي. هذا انا صح؟ هذا انا. اها، هذول ناس. انا ناس. دونت ليف. ولك خياس، خياس، ما انا ناس. ايش هذا المقطع؟ دونت ليف مي، دونت ليف مي، دونت ليف مي. هذا طين، طين، هاي فلوس، فلوس، فلسطين. تيك مي وذ يو، تيك مي وذ مي، تيك مي وذ يو. وش في هذا؟ وش في هذا؟ وش في تركض من منا منك؟ وش في هذا؟ عسل، وهي ام معسل. ترو الله، هذه ام وهذا عسل، ام عسل. بالله عليكم يعني هذا شيء يضحك؟ لا تقول، لا تزعلوني، لا تزعلوني بليز. خلينا نكمل، كمل. دونت ليف مي على قولته. وي ويل نوت ليفك. يلا دونت ليف مي، دونت ليف مي، دونت ليف مي. هذا دب منصحك. اي دبي. انا من قلت في هذا المقطع، يعني اذا هذه هي البدايه، الصراحه انا اقيم هذا المقطع سالب 10 من 0 يا جماعة الخير، وانتوا عاد كيفكم. حتى ما راح اكمل المقطع، ما اذا في شيء ما اكمل المقطع خلاص. المقطع الثاني، وش هذا؟ علامة شياطين ومدري ايش، والشكل وش هذا؟ وبلاستر. تفضلوا. ترى ما في شيء زين، ما في شيء زين الا الاسنان، ما شاء الله لا اله الا الله، بيضة. باقي ايش هذا؟ التشققات، ايش الميك اب، ايش الشعر؟ ليش يعني؟ وهذه عربية على فكرة، هذه عربية ما اعرف من وين، ولكن طلعت في وجهي. يعني بالله عليكم خلص المحتوى، خلص المحتوى عشان نسوي بشكانك كذا. سالب 20 من 0. في لها مقاطع كثيرة بعد يعني. ها، استلم، استلم. ايش هذا اللي ليش؟ وبعدها القميص كله قشرة و ياح. شوف الحالة. وش فيها يا جماعة الخير؟ اقرب مستشفى مجانين شلوها هذه تحتاج حبوب. والله تيك توك جالس يفاجئني يوم عن يوم. خلينا نشوف المقطع الثالث لهذا الشخص. داخل غرفة ومشغل اغنية هندية، طبعا مقصر على الصوت عشان ما يطلع كوبي رايت وكذا، لكن ايش سالفته؟ الشعر لا تعليق. بعدين ايش يعني الحين؟ ايش السالفه؟ يدور ايش؟ لحظه، ما نقيم، ما نستعجل، بنكمل ونشوف بعد، نشوف. يدور شيء، هو يدور شيء في الغرفه. بس ايش موضوع الاغنيه الهنديه؟ يا جماعة الخير أنا ما فاهم والله وش فيها الإنسان. هل ما أعرف، عندكم التعليق، عندكم التقييم. تقييمي أنا سالب 36.70 من 10. بس سوري، بس هذا ما محتوى. إيش فيه يعني هو يحط كذا مقاطع؟ ما زين نضحك على الناس، ما زين نتنمر على الناس، بس أنا ما أعرف إيش هو مشكلته إيش. بس ولو يعني في النهاية إذا أنت كيف تنزل مقاطع كذا في تيك توك؟ نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وابوي 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 عليش، شلهاف شلون، ايش مسوي بعمرك بحياتك؟ ايش هذا؟ وش هذا؟ وش القرف؟ وش هذا؟ ايش؟ ايش انا جالس اشوف؟ ايش هذه المقاطع اللي ما لها داعي تنحط في تيك توك يا جماعة الخير؟ هذا حتى ما له تقييم، ما له تقييم من 0 ولا سالب 10 ولا شيء.
الله يلقعك لو وعتنا شعساك ما تاكل لمدة سنة. عزيزي المشاهد نكمل ولا ايش؟ حقيقة انا تعبت نفسي من هذا اللي جالس اشوفه، ما قادر اكمل بس عشانكم بنكمل ونشوف ايش المقاطع اللي الله يصبرنا فيها. بس ان شاء الله يقرفك على هذا الشكل بعدك تصيح بالسلاسل. شح شح ووي صلب عمرك صلب بالشاضة الفكونة فكونة من الناس يا تيك توك. تيك توك مستانسين بهذا هذا المحتوى. متعذب واجد. خلوك يا اعزائي المشاهدين، كل ما احنا تعمقنا في هذا البرنامج كل ما احنا نقرفنا قرف. الله يقرفهم. لا هذا محتوى مرة. يا حريد البحر. صديق وش هذا؟ وانا اقول وش هذا اللي دائما يطير فوق بيتنا؟ لا ما شاء الله هو على الدين واجد عنده مقاطع في الظاهر، هذا شيء حقيقي. يا سلام عليك. لا والله سالب زفت من 10. لا ما شاء الله برنامج تيك توك مره جميل. ما تدخل بيت مهجور. طيب الحين ما في شيء زين. شيطان لابس مال ملاكمه. اوكي ابن شيطان جيم. استغفر الله العظيم. بالله عليكم يعني شفتوا ايش كاتب؟ وابوي عليش انتيك ذاك امسحوا بر، سووا له ريبورت، امسحوه يا جماعة الخير، هذا تعدى حدود خلاص، وصل بعيد. ما راح اقيمه، انتظر تعليقكم تقيموا في قسم التعليقات عن هذا اللي شفتوه. نعطيه فرصة. هلا جهنم مصنوعة من نار والشياطين مخلوقين من نار. طب كيف بيتعذبوا؟ وانت وش فيك تسأل هالأسئلة؟ ليش معور راسك يا حبيبي؟ بعدك صغير نونو، بعدك ما كبرت. ليش هذه الأشياء اللي تدخلها وتعرضها أصلا للأطفال؟ ليش تخليهم يفكروا بهذه الأشياء؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك. جاكم شيطان أصلا طلع مصارع، هزم على أنتنديجر وحصلها على حزام، وهذا هو تفضله. أنا من أنا صغير صراحة يعني نفسه تقريبا أريد أتخيل كيف شكل الشيطان، وهذا شكل الشيطان طلع مصارع. أنا ذات نفسي مش عارف. والله أنا ما راح أقول شيء. تمام انا الظاهر خلاص ما بسوي محتوى على تيك توك. بعدين انت جالس لي على الشيطان، ترى ما مزح، يدخل فيك جني يقرعك تقرقيع. هذا الشخص اللي الحين برويكم اياه عنده 230 الف متابع. هنشوف ايش يعني شوف بتراضيني بالورد مثلا؟ انا قايل لك علاقه مضرب. يعني ما اعرف ايش هذا المحتوى بالضبط، ليش هو اصلا حاطينه؟ ليش يحطه؟ تخاف بس ما ترجع لين يطول شعرك ثاني مره ولا ركب اكستنشن. اسمع وحبيت اعطيك معلومه. والله انا قصيت كابوريا من الاجناب بس من فوق لا مسرح شعري على ورا وطحت لك على جل جديد يخلي شعر. وابوي من بعيد لمعه واذا قربت كان لونه مطر. لا 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 ايش يعني بتراضي؟ اي خلاص يا جماعه الخير، هنا احنا نخلص من هذا المقطع. طبعا هذا المقاطع نعطيه سالب 10 من 0، سيء جدا. لا بس لين هنا خلاص. لين هنا خلاص ترى ماذا ارى؟ خلاص ننتهي من هذا المقطع يا جماعه الخير. اتمنى ان عجبكم هذا المقطع، ومع ان شفنا اشياء سخيفه ما لها داعي اصلا تنحط بالتيك توك، بس بعدها حطوا لايك عشان خاطر ننزل مقاطع ثانيه ونستمر بهذه السلسله. واذا عندكم اي شيء حطوا بقسم التعليقات، اذا ننزل ميمز ولا اشياء تخوف او اشياء رعب او اشياء سخيفه او اشياء تعصب او اي شيء اللي يعجبكم. اخوكم عمري وصلت لنا، ما نشوفكم على خير وسامحوني. السلام عليكم. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something.